مش قادر اوصف لك فرحتي، يعني يوم من احلى الايام الحمد لله، يعني مكسب كبير بطوله. بس جه معانا بقى في اللقاء الاول. الاول عايز تقول ايه لعمر؟ لا هو عمر الحمد لله يعني على طول رافع راسي. ربنا يحفظه لك ويبارك لك فيها يا كابتن سيد. الحمد لله، يعني انا مش تعرف لما تبقى تعبان في حاجه من الموت. كابتن سيد بص انا عارف ان دموعك غاليه عندنا، وادي الكابتن خالد بيبو. تعب 17 سنه كابتن سيد واسرته، يعني تعبوا على الراجل ده، تعبوا على الراجل ده كتير يعني. وهو بصراحه يعني كل يوم بيثبت ان هو كان يستحق التعب اللي تعبه كابتن سيد، والحمد لله انه طلع احسن منه الحمد لله، وما بيلعبش باك ليفت عشان يعرف يجيب اجوان. يعني عمر من اللعيبه المحترمه وتربيه محترمه، يعني بيت متاثر في كره القدم، وانا حبيت ان انا اخش بس في الحوار لما خد الكابتن سيد بس سؤال. يعني الحمد لله، يعني انت فاروق حضرت اوقات كتيره جدا، يعني انا يعني يمكن من 2014 وانا مع عمر، كنت قبلها مراتي هي اللي معاه معظم الوقت، انما انا من 2014 من ساعه ما بطلت وانا موجود دايما معاه. فبحمد ربنا يعني اما ربنا يدي لك حاجه كويسه ويكرمك ويوفقك. فانا شايف ان النهارده يعني بدايه يعني ربنا بيدينا خير، فنتمنى ان الخير ده يدوم دايما والتوفيق ده يبقى موجود دايما. وهو بيتعب، يعني انا مش عايز اتكلم في حاجات تانية بعيدا عن الملعب، حتى في حاجات تانية في الحياه. يعني ولد صغير صحابه كلهم بيعيشوا حياه تانية، هو مختلف شويه عنهم، فده شيء صعب مش شيء سهل خالص. ف يعني بحمد ربنا يعني النهارده حاجه كبيره. انا كنت مسافر، انا اول ماتش احضره النهارده، انا كنت في العمره، مش عايز اقول لك انا الحمد لله يعني مبسوط. يعني انا حققت بطولات كتير، بس انا عمري ما عيطت في فرحه بطوله ابدا يعني. فالحمد لله، يعني اتمنى ان شاء الله اللي جاي يبقى احسن، سواء في النادي الاهلي، منتخب مصر، ان شاء الله احتراف بره، يعني ربنا يكرم في كل اللي جاي.